في سقارة هنا انها تراب، تراب جدا، وان انت لو مسكت الكاميرا كده ومشيت الشارع كله هيتفرج عليك. المواصلات هي التراب، فانت لو قاعد في البيت مفيش مشكلة، لكن المشكلة في المواصلات. لو معك عربية سلام تبقى حلوة جدا، مواصلاتها مدربة. انا رايح دوتس. السلام عليكم. فلوج 40 ان شاء الله. شعري نايمه وحطه جوه، فمضايقني جدا، والطاقيه ديت الزعبود ده صغير اصلا فمخليني موطي سنه، فرقبتي بتوجعني شويه. تريبل كومبليكيتد. مين ده؟ غالي. عامل ايه يا اخبار؟ غايب يعني بقالك. كنت مسافر في البلد لسه جاي حالا. بس يو مستر عبده. ايه بس يو؟ عامل ايه يا ريس؟ الحمد لله. نعمل حاجه نشربها علشان نبدا اليوم. مش لاقي المج بتاعي، مش لاقي المج بتاعي. اذا نشرب في مج حمام. اهو طلع. ربنا يهديك يا ابني. هو انا هنا في ايه؟ بقول لك ايه بس يوم، هطلب سندوتش كفته وسندوتش شيش طاووق. تاكل معايا؟ لسه واكل محشي كرومب. طبعا الجوبي دوت الجوريلا بودي الجديده ديت اكتر من تحفه، يعني ربنا يكرمها لنا. ربنا يكرم اصلها. انا مش هصور المعمل بتاع فاكس صح؟ بتاع ده كأنه طرحه قوي. مش قشطه يعني؟ لا هنعمل لكم حاجه يا جامده جدا. جدو هيطلع جدو قريبا على الاضواء. تعالوا احنا دلوقتي عندنا ميتنج انا وجدو، فاهم حاجه هنعملها على اليوتيوب ايفر، هنعمل برنامج على اليوتيوب هينزل كل اسبوع. مش هقول اكتر من كده، يلا هيكون الفلوج نزل قبل الفيديو فمش هقول اكتر من كده، فيبقى كده خلاص. ايه سموه؟ استي مش عارف، ما اعرفش انطقها الصراحه يا ابني. استي فاهم معاه كده، او خلي جوجل تنطقها لي فاهم. ستاي تيوند. يلا يا جدو. تذكره بعد ما غليت بقت ب2 جنيه. قشطه. الشعب هيعيط بعد كده. الموصل ممكن تغلى على جاز يعني. حر از هيل. في البنك دولارات زي ما هم هيدوا لك دولارات زي ما هم هيدوا لك. كاس. ممكن نصور في المساحه دي كلها. بقى كل ده احنا متاحين نشيل الحاجات دي ونصور، يعني هنشيل الدولارات ممكن نصور هنا. ده كبير، احنا اصلا مش هنقيه. احنا اصلا ممكن نصور على الخلفيه على طول صح؟ لو صورنا مثلا هنا ان هو كده الدور اللي عندك ممكن نصور على الحيطه ديت كده. طب اقف كده مش شايفين؟ اقف كده. ايه؟ طبعا احنا لازم نجيب الاضاءه بتاعتنا كلها عشان ايه؟ نجيب الخلفيه البيضاء. في خلفيه عندنا بيضاء وفي كرومه زرقاء. قشطه. يلا بينا. شفنا اللوكيشن اللي ممكن نصور فيه البرنامج اللي احنا لسه ما قلناش عليه. هنرجع مواصلات؟ انا قلقان على الكاميرا الصراحه. نروح دوتس تاني؟ زيك. ماشي خلاص. شايف نفسك؟ ايه ده؟ فين اخوك؟ انت عايز تمسك زي اخوك بالظبط الكاميرا؟ كلكم بتحبوا العدسه انا عارف. فين اخوك؟ لا بس انا عاجبني والله اخر واحد ده، هو حرف الايه واخر. يا بيقعد اتفرج عليه. على الخيبه اللي احنا فيها. تصور معاه؟ لا. انت عايز تصور؟ عايز تصور حاجه تانيه؟ زكي ما عايز. لو انا هنزل. طب انت عايز تنزل هتقع كده هتقع. لا انا همسكها. انت عايز تمسك الكاميرا؟ طب امسكها كويس جامد جامد قوي، اوعى تسيبها. ها؟ تصور فيديو. تصور علي؟ هي كده بتصور، هي كده بتصور. هي شوف. طب ادوس منين؟ ما هي بتصور، هي بتصور لوحدها مش محتاج تدوس. قابلت مصطفى صديقنا على اليوتيوب، عاجبه الفيديوهات. ربنا يكرمك يا مصطفى. بجد ما شاء الله شغلك حلو جدا. ربنا يكرمك يا مصطفى. حبيبي ده شرف ليا جدا. حبيبي. لسه كنا في المترو، فتذكرة المترو غليت بقت ب2 جنيه، كنت لسه شايف بوست لهشام عفيفي كان بيتكلم على الموضوع دوت وانا كنت عايز اتكلم فيه. التذكرة بقت ب2 جنيه، وليه كل الاسعار غليت مرة واحدة
وتذكره المترو هي اللي اكتر يعني اكتر حاجه غليت متاخر. بعد الحاجات كلها ما غليت، اكل غلي، شرب غلي، هدوم غليت، الحاجات التجاريه غليت كلها، بس المترو اكتر واحد متاخر مع انه ضعف السعر. فالكونسبت هنا كان ايه في وجهه نظري، وبرده كان هشام عفيف كان قايل عليها زي ما قلت في بوست عنده، ان كل حاجه بتغلى عادي جدا، كله غلي كله غلي، بس هو اكتر حاجه فيها فئه كبيره من الشعب بتستخدمها اللي هي المترو، اكتر حاجه فيها فئه كبيره سبوها للاخر، غلوا كل حاجه، غلوا المواصلات والاكل والشرب. وطلعوا كذا اشياء عن المترو تذكرته تغلى، فمتوقع جدا ان تذكره المترو تغلى في اي وقت، ولو غليت عادي ان كل الحاجات غلت الا هو. فلما غلي ما حصلش اي حاجه، ما حدش في السوشيال ميديا اتكلم عليها مثلا، جير قليل جدا، كان خبر عادي جدا، الناس عملت له سكيب عادي وكملت حياتها طبيعي جدا، وراح دفعت في المترو 2 جنيه وركبه. لو حد دخل المترو هيلاقي الورقه الجديده بتاعت الاسعار متعلقه مكتوب جنيه لذوي الاحتياجات الخاصه، جنيه ونص النص تذكره، حاجه اسمها نص تذكره مش عارف ايه النص تذكره ديت، 2 جنيه للناس العاديه، فهم مقسمين ثلاث اسعار، فداخل الناس كلها تدفع 2 جنيه، ما حدش هيدفع جنيه ونص ولا جنيه بس. فهم كان التمهيد حلو جدا وسهل جدا، ودوت طريقه بيستخدموها في البيزنس في حاجات كتيره جدا غير موضوع المترو. يعني دي طريقه بيستخدموها في كذا حاجه، ان هم بيجهزوا الخبر وبيمهدوا له على لونج رينج جدا، بحيث انه لما ينزل ينزل عادي جدا، ما يحصلش ضجه ولا يحصل بقى اي حد يعترض ولا اي حد ولا اي حاجه، الناس كلها رجت ودفعت والدنيا بيس جدا. بس مع اني شايف برده ان الشعب المصري كله الصراحه معاق، فالمفروض يدفع جنيه. منتج الفلوج المفروض يكون زمان نزل دلوقتي، الإضاءة وحشة جدا سوري، والكاميرا تفصل شحن، المفروض اروحها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام. الموضوع طلع صعب مش سهل. حلو الفيو ماشي. النهارده بقى يا جماعه انا جيت اكلمكم بالحب، اتجمعنا والدنيا هتسمعنا، ادي طريق افريقيا وادي السم مش فاكر الباقي، مش مهم، مش مدي شكليات، مدي شكليات. عندي حبايه هنا